ودلوقتي اسمحوا لي اقدم لكم نجم الاوبرا الكبير اللي اكد ان الفن الشعبي يعني الفن المصري فن اصيل مش باللي بنسمعه دلوقتي، الفنان ياسر سليمان. مساء الخير وكل سنه وحضراتكم طيبين. مبسوط جدا ان انا معاكم وان شاء الله كده نأدي امسيه جميله. كل سنه وحضراتكم طيبين. إلهي يصونك يا أرض العطور ويملأ